بسم الله الرحمن الرحيم. إحياء ليلة الجمعة، كل يوم جمعة بالليل، كل يوم خميس بالليل ألتقي معاكم ونقول معنى من المعاني لعل ربنا سبحانه وتعالى يفتح بيه على قلوبنا ويفيدنا بيه ونتعلم منه. الحقيقة بعد رمضان ناس كتير، مش كل الناس طبعا، لكن ناس كتير اتصلت بيا: أنا حصل لي مشكلة بعد رمضان، ده أنا كنت قريب من ربنا جدا في رمضان، ده كان من أحلى رمضانات في حياتي، بس أنا حصلت لي مصيبة بعد رمضان، أنا خايف ربنا ما يكونش راضي عني، أنا بعيط بالدموع، فلان مات له حد بيحبه، فلان جاله مرض بعد رمضان، فلان حصل له كسرة جديدة، خناقة ويعني وحاجة كبيرة حصلت في البيت، مشكلة عائلية كبيرة، ابتلاءات بعد رمضان. طب هو ربنا ما كانش راضي عني؟ طب هو ربنا تقبل مني رمضان؟ طب دي علامة حلوة ولا وحشة؟ عايز أقول لكم إن الحكاية دي بتحصل كتير وحصلت في تاريخ الأنبياء. أيوة، سيدنا موسى بعد ما قضى 40 يوم يعبد الله سبحانه وتعالى وعجلت إليك ربي لترضى، قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. معقول عملت كده؟ إيه التوقيت ده؟ بعد كده على طول وفاة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة متعلقين بوفاة النبي. امتى؟ بعد إذا جاء نصر الله والفتح وحجة الوداع. هل في علاقة بين التوقيتات؟ ربنا سبحانه وتعالى حكيم عليم رحيم، والله سبحانه وتعالى لا يقدر أمرا إلا وله فيك الخير. ولازم تعرف إنك تحب قدر الله، لأن قدر ربنا كله خير. لكن ما فيش مانع ان احنا نحاول نفكر في الحكمة، بس هي مش حكمة واحدة، دي حكم كتير. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، لحكمة ربنا في عباده وفي خلقه وفي الكون، لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. لو هم 7 أبحر مش وبنكتب يعني حبر، البحر يتحول الى حبر وبنكتب حكمة ربنا في الكون، تخلص 7 أبحر وما تخلص حكمة ربنا في الكون. طب تعالى نقول نطلع اي حكم من ان ممكن يحصل لنا اللي حصل لنا دون. حاجات كتير قوي ممكن يكون بيرفع درجاتك، تقبل منك رمضان، مش زي ما انت فاكر، العكس، مش زي ما انت فاكره، تقبل منك رمضان ولسه حته على الفردوس الاعلى مثلا. معلش، الابتلاء ده عشان تعلو المرتبه اكثر واكثر واكثر واكثر. ممكن يكون كده، ممكن يكون لأنك كنت ناوي خلاص تكبر دماغك بعد رمضان وتعيش حياتك، فيحدث الابتلاء فتزداد تعلقا بالله، لأنك كنت محتاج فترة أطول بعد رمضان عشان تكمل بقيت كده طول عمرك. قد يكون بيثبتك على طاعته بالطريقة دي. قد يكون في خطأ حصل في رمضان وهو كتب لك منزلة عالية جدا، بس لولا الحتة دي فيجي الابتلاء دون علشان تاخد أجرك كامل بتاع رمضان. الله، دي حاجات أنا ما فكرتش فيها. ممكن يكون بينضجك، لأن الابتلاء دون كان لازم تمر بيه لتزداد نضجا بعد التجربة الروحية اللي انت مريت بيها في رمضان، فانت هتزداد نضجا، هتتعلم شيء جديد، وكل ما نضجت كل ما عليت ومستواك عالي عند الله. ممكن تكون حاجة للحياة، إن انت كده مقدر انك هتبتلى في هذا اليوم في هذا التوقيت، ما فيه كله مكتوب، بس من رحمة ربنا إن بعد تجربة روحية قوية عشان تقدر تواجه الابتلاء، فمن رحمته خلى بعد رمضان مباشرة عشان تدخل بعد رمضان لحد ما قوي في مواجهة هذا الابتلاء، لأنك متزود روحيا. فبدل ما تقول هو ليه عمل فيها كده، ده أنا عبدته كتير، أنت مش فاهم ليه إزاي تعمل كده. اوعى يا جماعة تسقطوا في الامتحان. أيوة، ممكن يكون اختبار، ممكن يكون امتحان. ها، اختبار لإيه؟ توكلك، ما زلت مصر تتوكل عليا ولا هتغير رأيك؟ التسليم، ما زلت مسلم لله؟ اليقين، ما زلت موقن ولا تقول ده أنا دعيت وما استجبليش خلاص أنا سايب كل حاجة؟ التقوى، بعد كل ما اتقيته ده ما حصليش حاجة. قد يكون امتحان لأدبك، مؤدب ولا لأ، امتحان لتوكلك، لتسليمك، المنازل 7 اللي قلناها في رمضان لمحبتك لله، لرضاك عن الله. الله، أنا عمري ما فكرت في المعاني دي. اوعى تسقط في الامتحان. اعلم والله العظيم، وهذه تجربة حياة، إذا جاءك الابتلاء بعد عبادة وقرب من ربنا، فمسكت نفسك ووريت ربنا من نفسك جدعنة وإيمان وتقوى ويقين وتوكل وتسليم، لازم يجي فتح بعده. يا من ابتليتم بعد رمضان، اصبروا واستعينوا بالله وتوكلوا تاني وقولوا لا يا رب أنا مش همشي، أنا معاك، والله فتح قريب كبير. الكلمتين اللي أنا قلتهم دول حكمة من حكم الحياة.
والله تعلمتهم في سنين طويلة. ابعتوهم لكل واحد عنده ابتلاء أو أذى أو مشكلة بعد رمضان عشان تثبتوا الكلمتين دول. شكرا لكم جدا، والسلام عليكم.